طيب خلونا نذهب سريعا إلى رفح. معنا مدير المستشفى الكويتي الدكتور صهيب الهمس. دكتور صهيب مساء الخير. حياكم الله يا كريم وحيا الله شعبنا المصري الحبيب، حياكم الله جميعا. الله يخليك. هناك يعني أنباء تتحدث عن بدء سماع لقصف إسرائيلي ولطائرات تحلق فوق سفاء رفح، هل شاهدتم هذا الأمر؟ أخي الكريم، نحن نتكلم الآن عن وضع صحي وإنساني كارثي لكل ما تعنيه الكلمة. العدو الصهيوني يتحدى العالم كله ويتجاوز كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والشرائع السماوية، ويتجاوز كل أخلاقيات الحروب، ويتحدى كل الدول، ويتحدى الاتفاقيات الموقعة، حتى يتحدى الولايات المتحدة نفسها التي دعمته منذ البداية، ويقدم على اجتياح رفح تلك المنطقة الآمنة التي أمن فيها أكثر مليون ونصف نازح وادعى أنها آمنة، وبدأ الآن باجتياح محافظة رفح. القصف متواصل على مدار الساعة، القصف مستمر شرقا وغربا بقذائف عشوائية تطال المدنيين العزل، تطال كل ما هو فلسطيني، في محاولة بائسة ويائسة لإعادة تغريبة فلسطينية مرة أخرى، حتى أن المستشفى الوحيد الحكومي في محافظة رفح التي لا يتوفر فيها بنية تحتية ولا مستشفيات حقيقية خرج عن الخدمة بشكل كامل. أخي الكريم، نحن نتكلم عن كارثة بكل المقاييس، كارثة إنسانية وكارثة صحية. نتكلم عن محافظة في أقصى الجنوب لا يتوفر فيها أدنى مقومات الرعاية الأولية، ونتكلم عن إنه ما عندنا أسرة عناية مركزة، ما في تصوير طبقي، معظم التخصصات الطبية محدودة جدا، هناك خدمات كاملة خرجت عن الخدمة بالكامل في ظل إعلان الوزارة الصحة يعني عن هي دكتور صهيب المنظمات الصحية. دكتور صهيب لو سمحت، مسؤولياتها تفضل. الآن للأسف للأسف قد يكون هناك يعني شهداء أو ضحايا أو جرحى، هل هناك أي حد أدنى من الاستعدادات الطبية يمكن أن تكون متوفرة في هذا التوقيت؟ أخي الكريم، نحن نتكلم الآن عن مستشفى الكويت للأسف، هو مستشفى بسيط الإمكانيات، هو مستشفى محدود الطواقم الطبية. نتكلم عن أنه أصبح المستشفى الوحيد الذي يخدم محافظة رفح. للأسف نحن نحاول ما استطعنا أن نتعامل مع الحالات بأبسط الإمكانيات. المؤسسات المستشفيات الميدانية التي دخلت وحدثنا عنها منذ البداية موجودة في المناطق المواصل، المناطق الغربية، ويصعب الوصول إليها، يعني المسافة تستغرق من ساعتين إلى ثلاث ساعات للوصول بسيارة الإسعاف إلى تلك المستشفيات. نحن نتكلم الآن هذا المستشفى الوحيد الآن أصبح، نتكلم عن كارثة ونتكلم عن مجازر إبادة جماعية الآن تحدث، والناس يموتون بسبب عدم توفر الرعاية الأولية ورعاية الخدمة الطبية. يعني مرضى الغسيل كلوي خرجوا عن خدمة في ظل خروج مستشفى النجار الوحيد. هناك مرضى الباطنة ومرضى الأطفال ومرضى الأورام ليس لهم أي خدمات تقدم لهم الآن في محافظة رفح التي فيها مليون ونصف نازح، والعدو الصهيوني الآن يتغول في معبر رفح ويتحدى اتفاقية كامب ديفيد الآن، ويتحدى ويعلن ويرفرف العلم الإسرائيلي في معبر رفح الآن، في تحدي سافر لكل القوانين الدولية واختراق بين العدو الصهيوني أمن العقاب فأساء الأدب، لا يعمل حسابا لأحد. وللأسف أخي الكريم، المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي وامتداتنا في كل العالم يتفرج علينا صامتا. طيب هل هناك أي دور، هل هناك أي دور أو ما زال هناك دور للأونروا أو بعض المنظمات الدولية؟ أخي الكريم، للأسف المنظمات، أنا أقول وأقول كل صراحة، من خرج عن الخدمة ليست وزارة الصحة وحدها، إنما خرجت معها ضمائر الشعوب الميتة، وخرج معها منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية، وهي تنظر وتقوم بدورها. المفروض حسب اتفاقية جنيف الرابعة أن تعلن منظمة الصحة العالمية أن تقوم منظمة الصحة العالمية مقام وزارة الصحة في حال انهيارها، هي سكرتير وزارة الصحة عندما تعلن انهيارها. منظمة الصحة العالمية لم تقف عند مسؤولياتها، الأونروا أيضا لم تقف عند مسؤولياتها. أخي الكريم، الكل يتفرج على غزة، وحجم الكارثة كبير جدا، وحجم المساعدات لا يرقى لحجم الكارثة التي لا يكفها إلا أن يقف تدفق شلال الدم الفلسطيني. المستشفيات الآن تعش بالمرضى، وللأسف الطواقم الطبية خرجت من المستشفيات خوفا من يتكرر سيناريو مجمع ناصر الطبي ومن قبله مجمع الشفاء في اعتقال الطواقم الطبية، حيث وصل عدد الشهداء أكثر من 500 شهيد، والتنكيل بالأسرى الأطباء وحتى استشهد بعضهم. يا أخي الكريم، العدو الصهيوني يمارس سياسة الترهيب، يمارس سياسة الإبادة الجماعية في ظل الصمت المطبق من الجامعات تمام. العربية والدولية والإسلامية تمام. هل من المعقول دكتور صهيب؟ دكتور صهيب، أنا أشكر سيادتك شكرا جزيلا، وسنعاود يعني التواصل معكم لمعرفة آخر الأخبار.